سي الرابش رضوان كروي وعماد أمغار. بالنسبة لطاقم التحكيم هذا اللقاء الحكم هو سمير الكزاز، يساعد كل من هشام أيتعبو وهشام مامي، فيما الحكم الرابع هو يوسف أزرياح، مراقب المواجهة ويحيى كوار. بالنسبة للفريق الزائر المغرب الفاسي يدخل بالمجموعة التالية، أكيد المجموعة اللي اختارها محمد الشهابي كما ذكرت، يعني رحيل الفرنسي دينيس لافان خصوصا بعد الهزيمة أمام الرجاء. فعزيز الكيناني فكلها عرفت تسجيل الأهداف. 2013-2014 شباب الحسيمي اللي كان نهزم أمام المغرب الفاسي بجوج الواحد، تبعت محاولة على جواد إسلم من الجهة اليسرى، جواد إسلم من ديالهم عزيز كيناني، تجربة كبيرة على مستوى الملاعب الوطنية، تجربة ديالو الآن يوظفها رفقة المغرب الفاسي. نتابعوا الخطأ والضربات الثابتة، تابعنا هدف جا من ضربة ثابتة من ركنية، والآن ضربة خطأ كتلعب دائرية، خروج عزيز الكيناني كيبعاد الكرة عند اللاعب يعني في الجهة اليمنى أحمد كرارشي المدافع الأيمن، الطريقة جميلة باش رجع الكرة على المباركي، المباركي مرة أخرى عند محمد الطراوري، بلال الأصوفي، أصوفي دائما كيحتفظ بالكرة، كان تدخل ديال عماد أحمود الحكم كيقول ما كاينش هناك لا للاعبين لا للمدرب ولا أكيد كل مكونات أكيد كتدخل في المنظومة ديال كرة القدم بما فيها أكيد التحكيم، ولا بد أنه تعطينا مشهد آخر على مستوى الحضور الجماهيري. بالتالي كان هناك يعني لجنة مشتركة بين الجامعة والشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية، غادي يتم إعداد دفتر تحملات لمباشرة المساطر الجارية بها العمل لإنجاز وتجهيز الملاعب بما فيها أكيد المركب الرياضي محمد الخامس، لأن تم إغلاقه لإتمام هذا الأوراش أكيد مع وضع استراتيجية وطنية تواصلية تحسيسية بخطورة تفشي ظاهرة الشغب اللي كتبقى يعني تتنافى أكيد، والروح الرياضية والتسامح والخصوصا من المجتمع المغربي أكيد دائما يندد بقوة هذه السلوكات. نتابعوا الخطأ لفائدة شباب ريم حسيمي وراء الكرة، عبد الصمد لمباركي صاحب الاختصاص على مستوى الضربة الثابتة، لمباركي كرفع الكرة جميلة، كانت متابعة ديال المهاجم الكاميروني أمامنا ديبامي جونيور اللي ما تمكنش انه يوضع الكره مباشره للشباك، ولاحظوا يعني كانت متابعه كذلك الى جانبه كان لاعب انور عبد الملكي، وبالتالي كانت المحاوله لاحظوا الطريقه باش مرر، ما كاينش هناك تسلل ولكن ما كانش هناك يعني في المباراه اكيد اللي مؤجله عن الدوره 21 بعد ما انتصر على الجيش الملكي بثلاثه لصفر. تليل وإثارة وتشويق سواء على مستوى المقدمة ديال الترتيب أو في أسفل الترتيب. نتابعوا لهذه المحاولة محمد من أكيد الفروق الكبيرة وفروق من الفروق أكيد اللي عندها تاريخ على مستوى الوطني وعلى مستوى الإفريقي. تابع المحاولة لفائدة فريق شباب الريم حسيمي عند لاعب بلا صوفي، غيحاول يسدد، صوفي كيسدد وهدف تعادل، والقائم الأيمن، القائم الأيمن ينوب على كرة خاطئة فقط عن صابر الغرجاوي. لمباركي 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 السرعه ديال لمباركي امام ثلاثه ديال اللاعبين، لمباركي كتضيع منه الكره، تجهت ليوم الثلاثاء الماضي. تبع المحاوله هناك الحكم كيقول هناك خطا ضد عبد الصمد لمباركي امام المدافع احمد كرارشي، قلت بانه الانظار اتجهت اكيد تبعنا كانت فرحه كبيره ديال اللاعبين ديال المسؤولين كذلك ديال الجماهير. تدخل ديال الدفاع، لاحظوا الدور اللي كيقوم به المباركي، تمكن انه يسترجع الكره، كيلعب كره في الجهه اليسرى عند انور عبد الملك. على مستوى الهجوم ديال فريق شباب الريف الحسيمي أكيد لما نتحدث على اللاعبين الأجانب فالجامعة وضعت مع ياق، ولكن أنه يكونوا لاعبين بإمكانهم يعطوا الإضافة المرجوة، وإلا أنه الفريق والنادي يعطي فرصة للاعبين لاعبين الأمل. نتابعوا الخطأ، عبد الصمد المباركي كيرفع الكرة، هذه محاولة رأسية ديال اللاعب المباركي، عبد الصمد المباركي من الجهة اليسرى، المباركي
كيرفع الكره، هذه محاوله ولكن فقط عند عزيز الكيناني. كتوصل الكره لعبد الصمد لمباركي. لمباركي لاعب ذو امكانيات تقنيه كبيره. إذن في هذا الأثناء الحكم سمير الكزاز يعلن على نهاية الجولة الأولى بتقدم فريق المغرب الفاسي 1-0. الهدف اللي جاء مبكر في حدود الدقيقة الثانية، عطاء ديال اللاعبين والسخاء ديال يعني اللاعبين في هذه الجولة الثانية. نتمنى أن نتابعوا الأهداف لانه حتى الان هي اللي كتنقص يعني لا الشباب ريح حسيني. جواد عمر صابر الغنجاوي بشعب الكره عند لمباركي، عبد الصمد لمباركي، لمباركي. هناك خطا بالفعل، هناك خطا ضد اللاعب مهدي كرويطا امامنا مسجل الهدف الوحيد حتى الان في المباراه. لاحظوا المراوغه ديال لمباركي، كان خطا يعني لاحظوا الشد من القميص تالي كان واضح. إذن غنتابعوا الخطأ وراء الكرة عبد الصمد لمباركي، فيما هناك يعني اللاعبين الاحتياطيين في عملية ديال الإحماء، بالتالي غادي ننتظروا أن يكون يعني الدقائق المقبلة أن يكون هناك تغييرات في صفوف الفريقين. لمباركي، ستة ديال اللاعبين من فريق شباب الحسيمي داخل مستطيل العملية، كتلعب الكرة دائرية، تدخل ديال أشرف بن لمباركي، بلال الأصوفي مباشرة للمرمى. غنتابعوا الزاوية من الجهة اليمنى لمرمى الحارس عزيز الكيناني، كتلعب يعني لعب الكرة بالكعب. عبد الخالق حميد دوش كيلعب الكرة طويلة، صابر الغنجاوي توصل الكرة لعبد الصمد لمباركي، عند محمد طراوري. جواد إسن طلب كرة، طراوري غادي يرفع الكرة في اتجاه لمباركي، طريقة جميلة باش حصل على الكرة. لمباركي دائما عنده الكرة كينتظر المساندة ولكن كتخرج الكرة لعبد الصمد لمباركي خارج أرضية الملعب، وضربة مرمى أمامنا لاعب عبد الصمد لمباركي عميد الفريق. أمين باب موسى، ياسين الرمش، رضوان كروي وعماد أمغار، هادو لاعبين أكيد غنتظروا يعني التغييرات اللي يمكن يقوم بها فؤاد الصحابي. بالمقابل هناك علي بدراسيلا، هناك يعني كيحاول فريق المغرب الفاسي انه يمتص يعني الحماس ديال اللاعبين ديال فريق شباب الحسيمي. كانت تمريره خاطئه لمباركي عند بلال الأصوفي، عبد الصمد لمباركي، كان بامكانه يمر في اتجاه لاعب محمد الرعدوني. لمباركي دائما كيحتفظ بالكره، كينتظر المسانده. لمباركي يعني بامكانه انه يمر في اتجاه يعني الرعدوني. لاحظوا لمباركي دائما يعني مراوغات، كيرفع الكره جميله، يعني ديبامي جونيور خدع الكره مهدي كرويطا. لاحظوا كيد المراوغات، التمريره كانت جميله ديال ديبامي جونيور، لاحظوا يعني فقد التوازن لانه كان مضيق من وليد. اذا غادي يكون هناك جوج ديال التغييرات كما قلت، دخول يعني انور عبد الملكي عند لمباركي، طريقة جميلة لمباركي بإمكانه يمر في اتجاه صعب الغنجاوي. بالفعل لمباركي هذه محاولة فائدة فريق شباب ريح حسيمي، وسجل 7 ديال الأهداف ولكن خلال الجولات الثانية فالفريق تمكن من تسجيل 15 هدف، وبالتالي كيبان بأنه شباب ريح حسيمي يكون أفضل خلال الجولة الثانية. هل بإمكان يعني هذه المعطيات أنه يترجمها في مباراة اليوم؟ صعب الغنجاوي هذه محاولة، عبد الصمد لمباركي يؤكد المعطيات والارقام اللي قدمت منذ قليل ويسجل هدف ديال التعادل. قلت بانه شباب ريح حسيمي يكون افضل خلال الجوله الثانيه لانه سجل 15 هدف، وبالتالي عبد الصمد لمباركي كيتمكن من تسجيل هدف جميل، وكذلك اللي كياكد انه واحد من اللاعبين الممتازين في صفوف فريق شباب الحسيمي وبالدوري الاحترافي. لاعب يعني اللي قام بجهود كبير وكيكللو بهدف في شباك الحارس عزيز الكيناني. نتابع مره اخرى يعني الاعاده، كانت تمريره من محمد الطراوري، صعب الغنجاوي خدع الكره كي مره في اتجاه عبد الصمد لمباركي بتسديده، كيوضع الكره في الزاويه اليمنى، والتالي واحد لواحد يعني النتيجه الان بين الفريقين. اذا لمباركي
او في اسفل الترتيب عبد الصمد المباركي. المباركي اتجاه انور عبد المالكي الى جانب هذا الصحابي اللي مهدي مفضل لاعب سابق اكيد اللي كان حمل قميص المنتخب الاولمبي، لاعب شاب لاعبين بعد طرد كل من محمد انس التكناوجي وكذلك ياسين الرمش اللي دخل خلال الجوله الثانيه. ديمي يتنفذ بسرعه المباركي عبد الصمد المباركي انور عبد المالكي. انور عبد المالكي كيسدد تسديده ولكن احترافي. الان كنلعبوا 10 ديال الدقائق الاخيره، كره طويله عبد الرحيم بن كجان المباركي عبد الصمد المباركي. الحكم كيطلب من المباركي انه اكيد صعود اللاعبين اللي عندهم قامه طويله كما حماد وطراوري كتلعب الكره دائريه. طراوري كيلعب الكره بالراس، تدخل ديال حسام امعنن كتضيع الكره كيسترجعها اللاعب مفضل المباركي. انطلاقات ديال المباركي. المباركي الحكم يقول ما كاينش هناك خطا. كتواصل التمريره ديال اللاعب المنيعي هنا كنتابعوا كانت مطالبه بالخطا بالنسبه لعبد الصمد المباركي. لاحظوا يمكن كان يعني في الوهله الاولى هناك يعني جر من الكتيف قول ديال الدفاع اللي كيبعاد الكره كتوصل لعبد الصمد المباركي. المباركي المباركي مضايق يعني هذه محاوله ديمامي جونيور خروج عزيز الكناني دائما هو تدخل اللاعبين ديال شباب الريح حسامين استثمروا هذا الخطا. وحنا اكيد كنلعبوا الوقت بدل الضائع اللي تم احتساب ثلاثه ديال الدقائق. عبد الصمد المباركي في حديث مع الحكم. اذا عبد الصمد المباركي وراء الكره غادي يحاولوا يلعب الكره داخل المعتره. كتلعب دائريه راسيه ديال محمد وطراوري محاوله من لاعبي في هذا الاثناء. اذا الحكم سمير عزاز يعلن نهايه المباراه بالتعادل الايجابي هدف.